ساحة الشهداء بوسط بيروت، لكن هالمرة الموضوع منه اعتصام أو مظاهرة، مختلف كل الاختلاف. هن تمارين يوغا بالهواء الطلق مع مجموعة كبيرة من الأشخاص من مختلف الأعمار، مبتدئين، متمرسين، نساء، رجال، أطفال، استمتعوا بهالصف تحت شمس بيروت الساطعة. احنا هدفنا كان كله من هيدا الايفنت هو انه ننشر هيك شوية طاقة ايجابية ووعي حول شو هي، حول ماهية اليوغا يعني وطبيعتها اللي بعدها شوي منها كتير مفهومة بلبنان. نشاط بعنوان 108 Sun Salutations من تنظيم شيفا ليلا بإدارة ميرا سبليني أستاذة اليوغا وبالتعاون مع 9 مراكز يوغا بلبنان. هالنشاط يقام للمرة الثانية تحية للشمس لتنشيط الجسم وشحنه بالطاقة الإيجابية. كل رقم له دلالات معينة، وال 108 لها دلالات، وبيخبرة كل اليوغيز الكبار لما يعملوا 108 Sun Salutations بتعطيك حالة، يعني بتشرجك إذا بدك بطاقة إيجابية كتير كبيرة. كل ما يكون العدد كبير، كل ما تكون الطاقة الإيجابية اللي بقلب الصف عم تحس فيها أكتر. وهيدي أنا مش أول مرة بشارك بهيدا الحدث، السنة الماضية كمان شاركت فيه. عن جد الإكسبيرينس إتس فيري بيرسونال، يعني كتير شخصية. بقول لك إنه أنا كتير انبسطت، بس الواحد ليحس فيها لازم يجي هو يجرب. إنه اليوغا بيساعد للسلام الذاتي. لما يصير واحد عنده سلام ذاتي بيساعد العالم يصير تحب بعض أكتر. هاي أول مرة بيجي على Sun Salutation، والهدف الأساسي من هيدا الإيفنت هو actually نعمل كمجموعة نجتمع to practice ال 108 Sun Salutation to create more peace. لحتى نقول بركة إنه في طريقة تانية لحتى نغير، لأنه كل الطرق اللي عم بتصير بي أو بلبنان أو بالعالم العربي أو بالعالم كله بركة في كتير أجريسيفيتي، ودايماً الإنسان بده يغير غيره. بقى هيدا الإيفنت بركة بيدوي على نقطة أنه الإنسان ما في يغير إلا حاله. الشعور بالسلام أكتر وأكتر رفقتهم فرقة ميوزيكا ميديسينا يلي بيعملوا على جلب الطاقة الإيجابية من خلال الموسيقى وأصوات الطبيعة. نعمله هو بس هيك منذكر حالنا وكل اللي حولنا بال ancient cultures, ancient sound, sacred sound. لأنه في أصوات frequencies معينة بتأثر على our well-being. اسمنا موسيقى ميديسينا بالعربي يعني موسيقى طبية. كلمة موسيقى جاية من كلمة العربي موسيقى، موسيقى كل بكل اللغات هي جاية من العربي أصلاً. نحن نختبر بالأصوات، يعني كل صوت بيطلع هو صوت الله عطينا إياه، وما في صوت حلو وصوت بشع، كل الأصوات بتفوت مع بعضها بتعمل كذا صوت وكذا إليك. هالحدث جذب العديدين يلي حضروا من مناطق مختلفة وبعضهم مش أول مرة بيشاركوا بالحدث لتليين جسدهم والتخلص من السموم الجسدية والعقلية، وليصبح حدث سنوي بينتظروه العديدين. لأن
لانه اول ما عملناه اول مره تركت منه سوفينير كثير حلو و شيء بيصير بجسمك وبهيدا بوقت قصير. يمكن بدك شيء جمعه يوغا تاخذي الايفكت يلي بناخده بهالنهار. نحن على طول بنشجعهم على السبور وعلى اليوغا وعلى القصص الهيلثي يعني. فاليوم هيدي الجورنيه كثير حلوه لقيناها مناسبه انه نجي كفاميلي كلنا سوا ونعمل شيء مفيد للصحه. قالت لي انه يوغا حلو ولازم جرب، سو قلت انا بدي اجرب.